تعتقد الناس دعوة متكررة من مواقف مصرية ثابتة باتجاه القضية الفلسطينية، سواء في إقامة الدولة الفلسطينية على حدود يونيو 67، العاصمة القدس الشرقية، حق الفلسطينيين في دولتهم المشروعة، واللجوء إلى المرجعيات والشرعيات الدولية المختلفة. لكن أيضا ما تمارسه إسرائيل في المقابل من عمليات تضييق الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة، كيف يتعامل أهالي القطاع مع هذه اللحظات، وكيف يتعاملون بوجه إسرائيل فيما تقوم باتجاههم؟ أنا أعتقد أصلاً الوضع في غزة، الوضع الإنساني تحديداً في قطاع غزة قبل هذه الأحداث كان متردي جداً. هناك نقص في الأدوية، نقص في عدد المستشفيات، نقص في حتى السوق المحلي في قطاع غزة، وهذه الأزمة أيضاً قد زادت وفاقمت. الآن وصل إلى الانعدام. بالضبط بالضبط، وصل الانعدام ايضا الوقت الحالي قد فاقم الازمه الى مستويات، ووصل بها الى مستويات غير مسبوقه على الاطلاق، وهو ما دعا يعني القياده المصريه لمحاوله المساهمه في حلحله هذه الازمه الانسانيه في البدايه. يعني الجهود المصريه في البدايه تركز على حل الازمه الانسانيه في قطاع غزه، وبالتالي يعني بعد حل هذه الازمه الانسانيه نستطيع ان نتطرق للازمه السياسيه في قطاع غزه، سواء ايقاف ما تقوم به اسرائيل او حل المساله الفلسطينيه بشكل دائم وعادل للطرفين، حل الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين الذي تراه مصر منذ عقود. أعتقد أن الموقف الإنساني في الوقت الحالي في قطاع غزة يعني أعتقد أنه غير مسبوق على الإطلاق.